إصلاح النظام. الشعب يريد. الحناجر ما زالت تنادي بما تريد بسلمية، بقي مفهومها موجودا رغم القصف والقتل والتدمير. مناطق في عموم شمال سوريا خرجت في مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام وتأكيد على مبادئ الثورة ورحيل بشار الأسد المتسبب بكل ما حل في سوريا. المظاهرات نددت بالحملات العسكرية التي يشنها النظام وروسيا وقصف المدنيين رغم الهدنة، بالإضافة لإيصال صوتهم للمختصين في شؤون حقوق الإنسان. خرجنا اليوم في مظاهرة مسائية في الأتارب لإسقاط بشار الأسد، ونحن مستمرين ضد بشار الأسد ودعم للجيش الحر، منصورين بإذن الله يسقط بشار الأسد. كلمة هؤلاء المتظاهرين الاستمرار بما مضوا به. النظام ومن خلفه روسيا وإيران ورحيلهم جميعا كان مطلبا أساسيا، كما مطلبهم توحيد الجهود كافة في مختلف المجالات من أجل تحقيق الهدف المنشود والخلاص ممن تسبب بمعاناة هذا الشعب على مدى سنوات. أطلعنا اليوم لحتى النادي بمطالب الثورة ومبادئ الثورة ونأكد عليها، وطلعنا اليوم نطالب الفصائل كلها برص الصفوف وتوحيد الجهود من شان يوقفوا في وجه العدوان الروسي والعدوان الأسدي اللي ما بوقف في 9 سنين بقتل ومجازر. طلعنا اليوم لحتى نجدد نقول لكل الناس إنه نحن مستمرين بثورتنا بإذن الله لحتى ننال حريتنا، وبإذن الله راح نوصل. مطلب آخر كان حاضرا في هتافات من خرجوا سلميا يريدون به رحيل الجولاني وحل هيئة تحرير الشام لتتوسع رقعة المظاهرات ضده المندد بسياسة هيئة تحرير الشام وانتقاد قائدها أبو محمد الجولاني. الأمور هاي نحن الفصائل، يعني ممكن كانوا أخيو الفصائل كلها تتقدم وتشتغل لما بيكون الأمر أخيو بتنسيق مع الحكومة الإنقاذ المسلمي، ولكن هلأ نحن هلأ الشعب كله عم يطالب بحل حكومة الإنقاذ واستلام الحكومة المؤقتة، هذا عم يطالب فيه الشعب وعم يطالب بروسيا وبإيران وبالنظام، إسقاط النظام وروسيا تحل عنا. أصوات الحرب وأجحيمه لن تسكت المدنيين، خرجوا وتظاهروا وطالبوا عبر طرق السلمية التي تشرعها جميع المنظمات والاتفاقيات الدولية.